مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا كلتكم بخير وصحه وعافيه. اليوم وصفتنا كلش سهله وبسيطه وموجوده المكونات بكل بيت. اليوم حبيت اسوي وصفه للمدرسه وللعصريه، نطلعها للكازينو او مثلا للحديقه، تقدرون تسووها وتاخذوها وياكم. وهاي الوصفه مكوناتها موجوده بكل بيت. شوفوا جيت حلوه صارت. طبقات صارت طبعا، حشيناها كاكاو، اللي تحبون انتم تحشوها. وصفة كلش سهلة وبسيطة، وراح اشوفكم النموذج الثاني. هم سويناها هذا الشكل، طبعا قطن قطن. وعندنا هذا النموذج الثاني، الثالث العفو، بعد حارة. بسم الله الرحمن الرحيم. وصفة كلش سهلة وبسيطة، مثل ما قلت لكم مكوناتها موجودة بكل بيت. وقبل ما نبدي وقبل ما نقول بسم الله، أول مرة أقول للمشتركين الجدد اللي دخلوا بقناتي، أقول لهم أهلا وسهلا بكم، وشرفتم قناتي وشرفتم تعليقاتكم الحلوة. يعني هاي تعليقاتكم الحلوة يعني تشجعني وتحفزني على يعني الاستمرار بالقناة. إن شاء الله راح أيام الجاية راح نشوف وصفات هواية جديدة. اليوم حبيت أول وصفة أسويها وياكم جديدة عندي، لأن شوية مشغولة تدرون مدارس ووقت عندنا نحن كلش قصير، ما عندنا ننزل يعني وصفات جديدة. وأنا هم عاد أدرس هاي، قبل ما صار لي شيء بديت أدرس هم يعني هم يعني شوية تأخرت بالقناة. وإن شاء الله راح تبدي الوصفات الجديدة ننزلها على رمضان والأيام الجاية. راح اشوفكم هاي، انا حشيتها مندورة بس دريب. سبحان الله ما عاد تطلع. شوف شيد حلوة صارت. ومكوناتها مثل ما قلت لكم موجودة بكل بيت، كلش سهلة. تابعوني ونشوف الطريقة عمل هاي الوصفة. هاي الوصفة شو تقولون شو نسميها؟ ما أعرف، لأن قعدت اختراعات بيها، يعني هي عجينة حورت بيها واشتغلت بيها يعني، واخترعت هاي يعني الأشكال. بس شو نسميها ما أدري، شو نسميها؟ شوف الغندورة، سميها من الحلوية من المعجنات القطنية. تابعوني وشوفوا طريقة عملها كلش سهلة وبسيطة. يلا نبدي ونقول بسم الله. عندنا المقادير ونقول بسم الله. عندنا بيضة كاملة بحرارة الغرفة، حنبدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ضفنا البيضة، نضيف كوب مات شاي أو بيالة مات شاي، زيت نباتي، ونضيف وياها هذا نص كوب ماي، يعني كوبين ونص ماي. الماي دافي يكون، إذا ما عندكم ماي تقدرون حليب سائل. ماني ما راح أضيف حليب سائل، راح أضيف حليب بودرة. كوب مات شاي شكر أو سكر، معلقة ونص خمرة فورية، رشة ملح،
بيكنج باودر قديرة معلقة مالكوب مستعملة منه هني الظرف. بدي نضيف خمر خل بهذا خل أبيض عندكم مال تمر إيش عندكم بالبيت تضيفون الخل. بس خذوا قاعدة أكو بيض لازم أكو خل لأن الخل يقتل زناخة البيض. نبدي نخلطهم كلهم سوية. نبدي نضيف الطحين. الطحين نفس الكوب اللي قسنا به الماء نقيس به الطحين. بسم الله هذا أول واحد. هذا الثاني. هذا الثالث. هذا الرابع. نضيف نحنا خمسة أو ستة. ستة راح نضيف مو خمسة. نضيف ستة. إذا احتاجينا راح نضيف السابع. وإذا ما احتاجينا ستة فيت. وهذا السادس. وديها على العجانة. واليوم راح نسوي العجين مالتنا بالعجانة. وإذا تردون بيديكم عادي تصير بعد أسهل. بس لأن أنا ما عندي وقت ردت أسويها بالعجانة. بسم الله. العجينة مالتنا احتاجت إلى طحين. راح نضيف لها كوب السابع من الطحين. بسم الله. بسم الله. العجينة قسمتها إلى قسمين. قسم هنا وقسم راح يبقى بالعجانة. راح بدي أضيف له معلقة طحين. كل معلقة طحين جبل مليانة للرأس. ونرجعه على العجانة. العجينة الثانية راح نضيف لها كاكاو مر. ما حلو يكون مر لأن عندنا العجينة حلوة. هم بالعجانة راح أسوي. ما راح أسوي بيدي. بس أول مرة أخلص من العجين الأبيض وبعدين نبدي بالعجينة الثانية. نرجع على العجانة. العجينة صارت عندنا جاهزة. راح نجيب كاسة صب بها زيت وندهنها بهاي الطريقة ونجيب العجين. وهاي العجينة البيضة صارت عندنا جاهزة. راح نتركها ترتاح الحين ما نكمل عجينة الكاكاو. بسم الله. عجينة كلش طرية صارت. نجيب العجينة الثانية. هاي العجينة الثانية بعدها تلزق بالايد الثانية اللي نضيف لها كاكاو. حغسل ايديا واجي ننخل الكاكاو. الكاكاو لازم ننخله على مود يطلع بعض امرار بيه تكتلات. بسم الله. ثلاث معالق بس مو مليانة المعلقة. هذا اللي نخاف منه نحنا بهاي الطريقة. ما راح يبقى اي شيء عندنا. الكاكاو لازم نضيف له ام زبدة اذا تريدون عندكم بالبيت او زيت 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 عادي. العفو مو زيت زيتون زيت عادي. اي زيت عندكم بالبيت. تقريبا قدرة معلقتين مالكل. ونرجعه على العجانة. هاي العجينة صارت عندنا جاهزة. دهنت ايدي بالزيت. هي ما يحتاج بس اني الافضل ادهن ايدي بالزيت على مود يكون تلزق. شوفوا الشغل حلوة صارت. تلعبون بيها اللعب. صارت العجينة الكاكاو الثانية راح نشتغل بيها فورا. ما راح نتركها ترتاح. شوفوا شكلها كلش حلو صار. وناعسة هش العجينة. نشتغل بيها فورا.
نسوي الأشكال وبعدين نتركها ترتاح. راح نبدي بيها بالشغل. عندي هاي قطعة السيليكون، ايش راح اسوي؟ راح ادهنها بالزيت بهاي الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. دهناها بالزيت، ايش راح اسوي؟ راح نجيب قطعة، طبعا عندي البيضة بدت تختمر، قلنا بدينا اشتغلنا بديتها بالكاكاوي، وابدي افرشها بيدي. لا على التعيين الشكل، بس المهم نبدي نفتحها بهاي الطريقة. كملناها، راح نشيله نجيب الكاكاوي. نبدي نفتح الكاكاوي العجينة، العجينة اللي بيها كاكاو فتحها أسهل، لأن الكاكاو قسم منه بنشا، النشا يعني زين ويا العجين. حسيتها كملناها، راح نشيلها ونجيب البيضة نفج. رجعنا البيضة، راح نبدي نجيب العجينة الثانية، الطبقة الثانية تصير نعملها تساوي هي والبيضة. العجينتين هاي هنا، نبدي نفتحهم سوية. بهاي الطريقة. إذا عندكم نوتيلا، أي عندكم أي نوعية من الكاكاو دهنية يعني، وإذا تريدون حبوب يعني مثلا دموع لهاي الشغلات، غندورة، كيفكم جوز، مكسرات، صبوا فوقاتها تصير الحشوة. راح نجيب الحشوة، طبعا هاي الباكيت توني فتحته بس طلع ناقص ما بيه الزيت، ليش ما اعرف يعني، مع العلم من الباكيت تاخذوا من هذي. ايوه بس اريد هذا الحد، ما اريد يوصل ذاك الحد. هذا الشكل هنريده يصير. ايش راح نبدي نسوي؟ نسمي بسم الله. برمناها لهنا وتوقفنا، ايش راح نسوي؟ نجيب اي قطعة مال بيتزا شئتكم بالبيت، تبدي نقطعها بهاي الشكل، اصابع مو اكثر. نبدي شو نسوي؟ نفرها يعني نلفها، من تشتغلون بيها قبل ما تختمر انتم تاخذون راحتكم بالشغل، بس من تختمر ما تقدرون تاخذون راحتكم ابد. هاي تفيدكم العصرية، تفيدكم ويا المدارس، والله أني أحتار كل يوم،
ايش اسوي لهم للمدرسة، ودوامنا نحن هنا حيل طويل يعني، وامهم يعني ملوا يعني يقولوا ماما والله ملينا من الاكل، وما يقبلون ياكلون برا يعني بالمدرسة، ما يعجبهم. حبيت اليوم اسوي هاي الفكرة يعني ميجي خطرت ببالي. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا شكلها راح يصير كلش حلو. راح نجيب قالب الكيك وبقالب الكيك نسويها اليوم. اريد نفوتها جوا. عندي هذا القالب دهنته بالدهن ورشيت طحين، راح نبدي نضيفه. اذا عندكم غير قالب هذا الشيء عايد لكم بهذه الطريقة. لازم نريدها تلحم بهذه الطريقة، نجيب اي نايلون نغطيها تختمر، بس يكون نايلون غذائي. راح نتركها لمدة 10 دقائق وبعدين نرجع لها. ثانية راح نسويها، راح ناخذ قطعة صغيرة هذا الحجم، هاي نتركها على صفحة لأن مو كل الفيديو يعني قدامكم أسويها، لازم أسويها لأن يصير الفيديو عليكم كلش طويل. فرد مرة راح ناخذ حجم أصغر، نبدي نفتحها. الإضافات الدم من هاي الكاكاو دموع، ونبدي نقفلها. صار بيها الصوت. نبدي نفتح عجينة البيضة وهاي بهاي الطريقة، مثل الأكل الكوري الصيني ما يسوون هاي الشغلات. وهذا هو هالشكل راح نسويها، راح يصير شكلها كلش حلو. نحمل وحدة ثانية قدامكم، تريدون غير طريقة يعني مو إلا نفس الفكرة يعني اللي أنا سويتكم إياها. مثلا إذا تريدون تفتحوها هم راح أسويكم إياها، ما راح أقول لكم عليها الطريقة الثانية، بس أسوي هذه وبعدين أعمل لكم الطريقة اللخ. إذا عندكم نوتيلا بالبيت حشوها نوتيلا جبن إذا تردون. اللي قفلناها نسويها من الداخل الصير. هذا الشكل الثاني، هسه راح نبدي بالشكل الثالث. راح ابدي الطريقة اللي قلت لكم عليها بس ما قلت لكم اسمها. راح ابدي افتحها العجينة، كل وحدة لها طريقة ثانية يعني هاي الطريقة لها شكل. الأولانية غير طريقة يعني ستقولون نفس الطريقة وفتحت أول مرة العجينة وسوتها، لا هاي غير طريقة.
فتحنا العجينة الأولى، نشيلها ما نريدها بعد، نبدي نفتح الثانية العجينة. هاي طبعا إذا سويتمها بالبيت أنتم ما خسرانين، أطفالكم تحب هاي الشغلات، وقلت لكم للمدارس، المدارس المناسبات هم تصير برمضان بعد الفطور ويا الشاي بعد صلاة التراويح يعني، هم كلش طيبة تصير. شو تقولون نسوي هاي الطبقة الأولى البيضة للطبقة الأولى الكاكاوي؟ احنا عندنا طبقتين، يا هي نسويها سوينا أول مرة الطبقة الأولى كانت بذيك الوصفة البيضة، راح نسوي الكاكاوي. أني ما بديت وياكم الحكي من البداية، كان بالحق أبدي وياكم من البداية، راح أسولف لكم شنو قصة الأغنية اللي نزلتها على الفيس، وهواية دزولي على الخاص الفيس الخاص مالتي يعني، يا رو راح شنو القصة، راح ترجعين من تركيا؟ أني مفكرة أرجع من تركيا، لأن تركيا صارت الساعة غالية ما مثل قبل، صارت الأسعار كلش يعني نار، وجد يرتفع الدولار لوبيدو يعني صاحب الملك كل يوم يجي يرفع الإيجار، عرفتم؟ يعني هم هنا ينطون عقد مع السنة لصاحب الملك ويا المؤجر، بس المؤجر بس العفو صاحب الملك صار طماع، وأنا أقول لكم حقه ما أقول لكم لا حقه، يعني نحنا كانت قبل عندنا الأسعار تزيد بليرة مثلا، اليوم هذا البطل الزيت زاد ليرة مو أكثر، لا هسه حاليا يعني بين يوم ويوم هذا بطل الزيت أو اللتر يزيد 15 ليرة 20 ليرة يصير هيك سعره، ولهذا أغلب يعني العراقيين الأجانب رجعوا ما ظلوا، يعني نسبة قليلة ظلت، يعني الكل عاد ترجع بسبب الغلاء اللي صار. بعد راح نفتحها لين يعني راح تختمر عندنا، وراح نفتحها أكثر بسبب الغلاء اللي صار، بسبب الإيجارات صارت يعني حيل غالية، يعني هسه أقل شقة إيجارها بالدولار راح أحكي لكم تقريبا 4 ورقات يعني 400 دولار نعفو، يعني هاي قليل، هاي بالقليل بالقليل اللي مسوي العقد ماله من العام، بس هسه حاليا لا، يعني ذاك اليوم وحدة عاد تحكي صديقة قالت أني حاليا قاعدة بتقريبا بحدود 600 دولار، هاي بهاي الشكل فتحتها صح صارت رفيعة، بس هي راح تختمر، راح أبدي أفتحها من هنا من هذا الطرف وأبدي ألفها هذا الشكل، راح تصير عندنا شفتوا ما كلش حلوة صارت. إيه هاد أحكيكم على الإيجارات، لأن الإيجارات صارت عندنا حيل غالية، المعيشة صارت غالية، يعني لهذا أنا مفكرة بالرجعة، كانت قبل ما مثل يعني هالساعته، لا كانت قبل سعرها زين، وثاني شيء لا تنسون الدولار بالعراق صار حيل غالي، يعني المتقاعد اللي يستلم راتبه على ما يصرفه على ما هاي يصير بذاك المبلغ عليه، مش بقى من الراتب ما بقى شيء، يعني زوجي متقاعد يعني ما بعد ما يكفينا الراتب مثل قبل، لأن الإيجار أكثر من 3/4 الراتب صار، ونحن الساعة بشهر الرابع رح يجي صاحب الشقة علينا، الله أعلم ايش يسوي ويانا، يعني بعد ما أتوقع يقبل بإيجارنا، ولو نحن إيجارنا مو قليل غالي،
بس يقول اني هاي ما عشتي على الايجار، هذا اللي يصير. نزلت الاغنية يعني صح بعلي ارجع يعني، واني مهما كان جد ما جد ما جد راح نطول يعني، مهما دار يعني الايام والهاي لازم نرجع على بلدنا. طلعنا كان ظرف طارئ وطلعنا، بس الحمد لله اكوش، واحتمال هم ما نرجع لبلدنا، احتمال اكوش غير دول واحد يروح اذا يريد، بس بلدي اولى، ارجع لبلدي اولى. واني شفت يعني نزلت الاغنية شفت هواية من الناس يعني مثل انصدموا بالاغنية، لا تنصدمون، لا حد لا ينصدم بالاغنية. وهنا يعني المعيشة صارت كلش غالية كلش غالية، ما مثل قبل ما اقولكم يعني، والاقامات كانت قبل يعني يعطونا اياها الاقامة عادي ماكو اي اشكال، لان على مود عندنا اولاد تدرس بالمدارس، هسه حاليا اذا يدرسون اذا ما يدرسون ماكو اقامات، واكو شيء الا خساير. احنا عندنا نعرف الولد من يصير عمره 18 سنة يعني يختلف عن البنت، هنا عندهم البنت والولد يعني نحن الاجانب، من يصير عمره 18 سنة بعد ما ينطوهم اقامات، او ينطوهم يعني ما ينطو يعني مثلا اذا سجلناهم سنة ما ينطوهم سنة. يعني صديقتي ابنها بعد ما فات 18 سنة، بعد ما فات سجلته سنة، وهي عندها شقة ملك صديقتي، اعطوه شهرين ما اعطوه اكثر، يعني حتى ايام يعني قالت اني دفع ما السنة سيكورتا، ويعني معاملة كاملة مسويتها ما السنة، تقول اعطوني شهرين ليش؟ قلت لها والله ما اعرف. قامت اخذت ابنها ورجعت للعراق، وهي يعني عندها شقة ملك، يعني ابو صاحب الشقة الملك كان قبل ينطون صاحب الشقة، ويعني وال يعني الاهل يعني الام والابناء كلهم ينطون على اقامة مالت الشقة، بس حاليا لا، بس ينطون للاب اللي عنده شقة. ومن ناحية اللي خبرتني سألتني يعني هي تريد تجي تبيع بيتها، ما ادري شنو تشتري لي مثلا بيت، ولا ما ادري ايش راح تشتري، عمارة ما فهمت يعني بالضبط، لأنني ما ردت أعرف صراحة، ما عمقت وياها. الشغل هنا صعب 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 لليابانجي، اليابانجي من هم الأجانب اللي هم يسموهم يعني مثل نحن الغريب، مو نسمي غريب، بالتركي اسمه يابانجي، ما يشغلون يعني. إذا أنت فتحتي هم مشروع لازم سيكورتا ورقم صحي، وتوظفين عمال اتراك لازم يعني محاسب تركي، هاي كلها تنحط بالبال، وهاي كلها فلوس تنصرف فلوس. اذا جبتي عامل تركي ما راح يشتغل، بس راح تنطي انت كل شهر راتب، بس هو ما راح يشتغل. رقم هاي الشكليات اللي عصير حاليا، وهواية يعني خطية يعني أمال العرب يشتغلون هاي، بس شغلهم كله ضايع. خلاص عندنا العجينة الكاكاوي راح نعملها بالعجينة البيضة، يعني خطية يعني شغلهم تعبهم كله ضايع. أي أنا جاني عرض أكثر من مرة يعني من جيراني هنا، قالت تعالي نفتح مطعم أنا وياك، اني يعني براس المال، وانتي سوي لنا الحلويات وسوي لنا الاكل. قلت لها لا اني اطلع خسرانه وياك، قالت ليش؟ قلت لها لا اطلع خسرانه، لان هي راح تقعد والتعب كله عليا راح يصير. قالت انتي اكلش طيب وشغلاتش حلوه تسويها،
صح تمام، بس أنا أتعب بحدي. هي قالت أني ما أشتغل، يعني مرة هي كبيرة، مرة كبيرة، بس يراد لازم نفتح يعني، والمطعم راح يصير باسمي مو باسمها، وهذا كله بفلوس ينحسب عليا. تليفون عندي أي إيه؟ لا قلت لها لا والله هذا تعب علي، يعني أتأذى بحدي. اشتغلي انتي وياي. قالت انا ما اشتغل، انا بس افتح لك المطعم والراس المال كله علي، يعني من عندها هي، بس يسجل باسمي. من يسجل باسمي ضريبة ورقم صحي. قلت لها لا شكرا ما اريد. ولحد الان تعرض هذا العرض علي. قلت لها اني لو اريد افتح اني افتح، مو يعني تجين انتي تساعديني او هاي، بس هنا يعني ايش تسوون ضريبة تأذيكم؟ يعني هواية سا مطاعم عراقية معروضة للبيع. يعني حياة صعبة صارت، وين ما تروحون حياة صعبة. بقت عندنا هاي العجينة فقط. وهنا يعني عندنا المدارس صح مجانا، بس بالسنة صار عليكم كذا مبلغ. ليش؟ لأن ما يعتمدون على الكتب مالت المدارس، لا يعني كل شهر يدزونا دستة مليانة أسامي مال الكتب، لازم نروح نشتري هاي الكتب، رياضيات، إنجليزي، يعني هواية شغلات. إذا أقول لكم أساميها لأن ما راح تعرفوا، لأن هي كلها بالتركي، بس الرياضيات والإنجليزي، والرياضيات مو اسمه رياضيات، اسمه ماتماتيك، ماتماتيك عشان اسم عليه، الإنجليزي لا إنجليزي، يعني هذا اللي صار وياي. يعني هواية سألوني ليش تترجعين، شنو السبب؟ مع العلم انتي صار لك بتركي، يعني صار لي 7 سنين، بس لي انا بسبب الظروف المادية يعني اللي عصير بالدولار، يعني اذا الدولار بالعراق ب50 هنا يبيعون اياه ب55 54، بهذا الشكل يصير هذا الدولار هيج سعره. سويت هاي الاشكال، اني عجبتني، يعني خلص عندنا ذيك العجينة، بديت اسوي هاي الاشكال الحلوة. هاي تقدرون تعملوها مشروع، تفتحون مشروع بيها، تقدرون تعملون بيها مثلا بالعراق. بالعراق هيجي مشروع ناجح، هنا عندنا احنا ما يصير تركيا نعمل هاي الشغلات، لازم إلا ب يعني مكان مطعم أو مثلا محل مال الحلويات نفتحه، ويعني أوراق وسكورتا وهوسة. بس عندكم بالعراق عندكم هاي الشغلات تعملوها بالبيوت، يعني تنبع هذه كلش حلوة. مشروع تقدروا نسووها. كملت السعاني، راح نصفطهم بالصينية ونتركهم يختمرون. رجعنا مرة ثانية بعد ما تركناها لحد ما اختمرت. شوفوا وجهي الحلوة صارت. ايش راح نسوي هالساعتها؟ نجيب صفار بيضة، بس صفار بدون بياض، ونبدي ندهن. بسم الله.
ندهن الفتحاتها يطلع بيها لون كلش حلو يصير. تريدون ترشون السمسم، تريدون ترشون عليها حبة السودة اللي موجود عندكم بالبيت. ندخل الفرن اول مره من يصير الاسفل نبدي نشغل الوجه عليها. وهي عندنا صارت جاهزه. من هاي الطرف عندي الهيتر مات الفرن، ما ادري ايش بيه، هي اول مره تصير وياي، احترقت حرامات. بس شكلها كلش حلو، ريحتها كلش طيبه. ايش راح نسوي بهاي الاثناء؟ قبل ما اغطيها اجيب شيره، انا عندي شيره بالبيت مسويتها، ادي ادهن وتشب الشيرة تنطي لمعة كلش حلوة. هسه ابدي اغطيها واتركها لمدة 5 دقائق وبعدها ابدي نقطعها. نغطيها تكون بحيث القماشاية ما تلزق بالشيرة بهالشكل. بعد 5 دقائق نرجع لها. هسه راح ابدي اقلبها. بعد القالب عندنا حار بس نقلبها لان نخاف لا تبدي تعرق بالقالب. نشوف شكلها شنو من الاسفل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شكلها كلش حلو صارت. الظهر طلع احلى من الوجه لان عندي حرامات الوجه حرقوا الهيته، بس الظهر كلش حلو. لاحظوا قطن، عجينه قطنيه صارت كلش حلوه. تدرون تردون تدهنون الظهر هم بالشيره، تردون تبقوا هالشكل. ابدي ادهن صينيتي ثانيه لما هذا الشيء يصير للقالب الكيك. انا تركتها لحد ما اختمرت. خلصنا ندهن الصينية بالبيض. نشيكم راح ندخلها الفرن. عندي هاي الصينية صارت جاهزة. شوفوا ايش قد حلو شكلها كلش حلو صار. راح ابدي ادهن وجهها بالشيرة. شوفوا لون الكاكاو شلون صار. اكو قسم منها صارت لونها عميق وقسم منها باعوا هاي الكاكاوي وهاي البيضة كلش حلوة صارت الالوان مالتها. شيرة له هواية تدهنون بها، يعني الفرجة يعني اكثر من وحدة اشتغلوا بها سووا بها على مود. ما اريد شيرة يصير كلتها بس على مود اللمعة، نحن نريد شيرة على مود اللمعة يطلع لمعتي شكلها كلش حلو بالشيرة. وهاي الصينية الأخيرة صارت عندنا جاهزة. راح ادهنها
بالشيرة. أنا ما سويت هواية من هاي القطعة، سويت على عدد بناتي وابني. ووصفة كلش سهلة وبسيطة وموجودة المكونات بكل بيت. إذا أنتم تريدون بدل الزيت زبد، هي الزبد ينضاف لها، بس أنا ما عندي زبد سويت زيت. ما عندكم زبد وزيت تقدرون تسووها من الدهن، بس الدهن يكون طعمه طيب، يصير طعمها كلش طيب. وانتم حرين بالحشوة، يعني اشي يعجبكم حشوها. الاشكال انتم تقدرون تسوون اشكال بعد احلى. طبعا انا اعرفكم انتم كلتكم ما شاء الله عليكم فنانين بهاي الشغلات ويعجبكم هيك الشيء، يعني اللي يعجبكم. هذه وصفتنا اليوم انتهت، ان شاء الله تعجبكم. واذا عجبتكم لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى تصلكم وصفاتنا الجديدة. ان شاء الله اترككم في امان الله، مع السلامة.